في ذكرى مرور أسبوع على وفاة المرحوم الإمام محمد جواد شري عام 1994 اخترت هذه الأبيات. صرخة شاعر: أبثك يا مولاي شعرا خواطري، لأن مجال الشعر عندك يفسح، وقد يجمح الوجدان رغم تحفظي، فليس جماح الشعر بالسهل يكبح، وفي داخلي من لاهب الشعر ثورة سأبقى بها صوت الحقيقة أطرح، يطاردني وهم الرقيب فأتقي، ويدفعني صوت الضمير فأفصح، وها إنني سأرفع صوتي في سما الحق راعدا، وإلا بقول الصدق لا أتوشح، وإن بحح الصوت النداء فإن لي راعا غزير الحبر ليس يبحح. فها هي ديربورن حل فيها أناسنا، وأكثر من ربع المدينة أصبحوا، وليس لنا فيها من الأمر غير ما يسبب إحراجا إذا رحت أفضحوا، لأن أولي أمر المدينة أيقنوا بأن بنا داء التمزق يسفح، فيكفي اجتذاب البعض سرا لينجحوا مشاريعهم، والغالبية تسمح، وإن أشبعت بطن الوصولي إنه يبارك أعمال الولاة ويمدح، ويدعم أمر الحكم سيان عنده، أيصلح ذاك الأمر أم ليس يصلح؟ لذلك بتنا لا يبالى بشأننا، ولما نزل في أمرنا نترنح. إلى شريكة حياتي: قلبي بذكرك يخفق وجدا يجيش فيحرق، يا من ملكت شغافه هو كل يوم أشوق، قد جن من شغف إليك فهل لديك ترفق، هو حسبه طيف سريع من خيالك يمرق، ما كان ظني أن قلبي ذات يوم يعشق، إذ إن من أصبوا لها في الخلق لا تتحقق، أنا شاعر سرح الخيال به وغاب المنطق، حسنائي النفس التي منها البراءة تعبق، الحسن فيها لا يثير الناظرين فيشبق، لكن من يرنو له في صفوه يستغرق، يوحي إليه حياؤه أن التعفف أليق، تلك التي يهوى الفؤاد ومن بها يتعلق، يا روعها حلما مضى في المستحيل يحلق، طورا يثير بي السعادة ثم طورا يرهق، حتى التقيت بها فكدت من اندهاشي أصعق، من صاغها الوجدان طيفا طاق عنه المطلق، قد أوجدت لتكون من شوقي لها يتدفق، يا منتهى حلمي الجميل أنا بمثلك أخلق، حسبي وجودك فرحة إن حل بي ما يقلق، إذ أنت سر سعادتي ولصفو عيشي الرونق، مني خذيه عهد من لبى إذا ما ينطق، إني سأبقى وافيا ما دمت حيا يرزق. طالما أن